السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على واحد التحليه. غنديروا تحليه طبقات في كؤوس، كتجي لذيذه بزاف، سهله، الكريمه ديالها غايه في اللذه، وفي نفس الوقت راها كتحضر بسرعه. غادي نبدا اولا تحضير كريمه الباتيسير. غنحضرها بالطريقه السهله، يعني بودره الكريم باتيسير، ما غاديش نحضروها بالبيض والحليب والنشا، نحضروها هكا بهذه الطريقه السهله. غادي نحتاج فيها نصف لتر من الحليب، جوج معالق كبار من بودرة الكريم باتيسير، عندي هنا السكر حسب الذوق من 3 المعالق حتى 4 المعالق على حسب الرغبة، وعندي كيس من سكر فانيليا بنكهة زهرة البرتقال. تقدروا تنسموا الكريمة ديالكم بأي حاجة بغيتوا، بالحامض، يعني تستعملوا قشور الحامض، أو تستعملوا أي نكهة كتفضلوا، أو الفاني العادي اللي بغيتوا. على بركة الله دابا غادي نبدا نحضر كريمة الباتيسير. غادي نوضع سكر سنيدة، سكر فاني، حليب، غادي نوضع جوج معالق كبار من بودرة كريم باتيسير، غادي نمزج هذا الشيء كله مزيان حتى تذوب ليا بودره الكريم باتيسير في الحليب. صافي، من بعد ما دابت ليا بودره الكريم باتيسير والسكر في الحليب، غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق النار على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى تعقد لي الكريمه. صافي، ها هي الكريمه ديالنا عقدت. صافي، دابا غادي نحيدها من فوق النار. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نخوي فيه الكريمه ديالي. وغادي ناخذ الفيلم اليمونتير وغادي نغطي به الكريمه، يكون الفيلم اليمونتير ملامس للوجه ديال الكريمه باش ما ديرش لنا هذيك القشره. صافي، بعد ما غطيت الكريمه ديالي بهذا الشكل غادي ندخلها للثلاجه. انا حيت مزروبه بها غادي ندخلها للمجمد باش تبرد ليا دغيا. نخليو الكريمه ديالنا حتى تبرد تماما، وديك الساعه نخرجوها باش نكملوا لها باقي التحضيرات. في هذا الوقت اللي الكريمه غادي تبرد فيه ندوزو نحضروا العناصر الاخرى. دابا غادي نوجدوا الطبقه اللي غتكون مرافقه لينا هذيك الكريمه. غادي نوجد طبقه في البسكوي، عندي تقريبا هنا واحد 200 غرام ديال البسكوي اللي غادي نطحنها تكون ناعمه. صافي، بعد ما طحنت البسكوي ديالي كامل غادي ناخذ واحد شويه الزبده وغادي نرمل بها هذا البسكوي. تقريبا كيف ما كتشوفوا نص كاس ما كاملش، يعني نص كاس ما وصلش، ها هو النص هنايا،
عندكم ميزانكم على حسب كمية البسكوي اللي درتو، غير كنرملوه غير واحد شوية باش كيعطينا واحد النكهة زوينة، واحد القوام زوين لهاد البسكوي. صافي، بعد ما رملت البسكوي ديالي بهذا الشكل غادي نخليه جانبا وندوزو نكملو بقية المراحل. الكريم باتيسير ديالي راه مازال في المجمد كتبرد، تقريبا تاخد شي ساعة ونص ولا ساعتين هكاك باش تبرد ديا تماما. غادي ندوزو نكملو بقية المراحل. غادي ناخد جوج علب ديال الياغورت، هذا عندي طبيعي بدون سكر وبدون نكهة، وهذا بيرلي. تقدروا تستعملوا جوج من هذا، انا غير ما توفرش عندي الثاني من هذا، استعملت في بلاصتو هاد بيرلي حتى هو كيعطي مذاق زوين. عندي ثلاثة القطع ديال الجبن، وغنستعمل جوج معالق كبار من جبن جبلي، تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه هاد العناصر كامله. غادي نضيف لهاد الخليط ديال الاجبان واحد جوج معالق صغار ديال السكر الثقيل، وكتبقى هاد المساله اختياريه، كتبقى حسب الذوق. غادي نخفق هاد العناصر كلها مع بعض حتى نحصلوا على خليط يكون متجانس. صافي، بعد ما طلعت هذا الخليط بهذا الشكل غادي نوضعه في الثلاجه، وغادي نتسنى على الكريمه حتى تبرد باش نمزجو معها. الكريمه باتيسير ديالي ها هي بردات كيف ما كتلاحظوا. غادي نقلبها في هذا الاناء باش غادي نخفقها. غادي نخفقها بالباطور حتى تولي ليا كريمه اللي رطبه. صافي، بعد ما طلعت الكريمه ديالي بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا ولات واحد الكريمه رطبه. غادي نضيف ليها هذاك الياغورت والاجبان اللي طلعت. وغادي نخفق كل شيء مع بعض. صافي، خفقتهم غير تندمجوا ليا على هذا الشكل. غادي ناخذ الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم هاد التحليه ديالي، وغادي نوضع طبقه اولى هي طبقه ديال البسكوي. صافي، بعد ما وضعت الطبقه الاولى ديال البسكوي غادي ناخذ هاد الكريمه ديالي وغادي نوضعها في جيب حلواني باش تسهل عليا انني نوزعها في داخل الكؤوس. صافي، دابا غادي نوضع طبقه من الكريمه.
صافي، بعد ما وضعت الطبقه ديال الكريمه عندي هنا واحد الخليط ديال التفاح والبنان، غادي نوضع واحد الطبقه منه. كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، انما كتعطي واحد المذاق زوين. يعني نكهه الفواكه مع هذه الكريمه ومع البسكويت كتجي زوينه بزاف. غادي نزيد طبقه من البسكوي، دابا غادي نزيد طبقة أخرى من الكريمة. دابا غادي نحاول نبسط الوجه ديال الكريمة نقادو. صافي، هنا كملت الكؤوس ديالي كيف ما كتلاحظوا كيفاش كيجي المنظر ديالهم. غادي ندوز الكاميرا الجهه الاخرى باش يبان لكم مزيان. ها نتوما كيجي الشكل ديالهم هكا، كيجي المنظر ديالهم زوين. دابا بقات لينا غير عمليه التزيين، نقدروا نزينوا باش ما بغينا. انا غادي نشوف اشنو عندي في البلاكار ديالي ونجبدو باش نزين به. غادي ناخذ شويه من هذا البسكوي اللي استعملته، غندير غير شويه هكا في الوسط. غادي ناخذ شويه ديال لي بيبيت دو شوكولا، هادو اللي كيكون المذاق ديالهم زوين، اللي غنيين بالكاكاو، وندير واحد شويه. صافي بهذا الشكل نكتفي بهذا التزيين البسيط كيف ما كتشوفوا معايا. كيكون هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لليوم، تحلية مبتكرة. صراحة بديت كنخدم كنت غنخدم بواحد الكريمة أخرى، إنما ملقيتش عندي واحد المكون في الدار وابتكرت هذه الكريمة، راها جات لذيذة بزاف. غير جربوها البنات غادي تعجبكم إن شاء الله، بنكهة ديال سكر فاني بنكهة زهرة البرتقال، جات روعة، جات لذيذة بزاف مع الجبن والبسكوي والفواكه. هذا المزيج كله عطى واحد اللذة، يعني شيء مغاير للتحلية. نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. من بعد ما تمونطيوها في الكيسان دخلوها الثلاجة وخليوها تبرد اطول مدة ممكنة. راكم كتعرفوا هذا النوع ديال الوصفات كيبغي يتقدم بارد. وبصحتكم وراحتكم. الى عجبكم فيديو اليوم وكيف العادة ما تنسوش تخليوا لي جيم وتشتركوا بالقناة ديالي اللي مازال ما اشترك بها، باش توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء مع وصفة قادمة بحول الله.